مرحبا بكم الناس الكل. هذا ما قاله فوزي بن جمرة بخصوص زواج ولا عرف وانجاب لفتاة، موضوع كبير برشا حكاوا عليه في موقع على التواصل الاجتماعي. انفعل فنان فوزي بن جمرة على الفيديو المتداول على موقع على التواصل الاجتماعي، واللي تظهر فيه سيدة تونسية مقيمة بكندا زعمت ارتباطها بفوزي بن جمرة من خلال زواج عرفي وانجابها طفلة رفض والدها الاعتراف بها اللي هو فوزي بن جمرة كما قلنا. وقال بن جمرة يوم الأربعاء في تصريح للرأي الجديد انه لم يستمع الى حد الان الى الفيديو المتداول ولا علم له بتفاصيله. متابع نشوف الفيديو ونوضح بعد ايامات كما قلنا كان هذا تصريح فوزي بن جمرة اللي قال ما عنديش علم بالفيديو هذا. نشوف الفيديو نتأكد منه ومن بعد نعمل الرد متاعي.